بلادي يا بعد عمري يا موطن عزتي وفخري إماراتي وفديت اسمك وسام الحق على صدري. كنت جاي الامارات هنا لسه بدأ حياتي في مصر، كانت الظروف صعبه شويه. جيت الامارات الوضع هنا مختلف طبعا، زي اي حد بيجي في البدايات الموضوع بيبقى صعب في البدايات. قعدت هنا، انا هنا من 2004 تمام، والحمد لله رب العالمين بدأت اشتغل زي ما بيقولوا باللغه الشاميه، يعني بلشت واحده واحده لغايه ما ربنا كرم وفتحت شركه تنظيم حفلات ومؤتمرات واعراس، ومن هنا بدات الدنيا تمشي واحده 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 لغايه ما ربنا كرم الحمد لله وفتحت مطعم. وهي فكره انشاء جت معانا يعني بالصدفه، اللي احنا حبينا نطور والحمد لله كنا عايزين نفتح مشروع تاني جديد، وكان معايا اختي وكان معايا صديقي استاذ احمد، وقعدنا اتكلمنا في الموضوع والحمد لله ربنا يسر لنا الحال واخدنا المطعم دوت، ونحمد الله ونشكر فضله. احنا موازين في حاجات كتير، واحنا الاكلات المصريه عندنا في المنطقه اللي احنا فيها بالذات الحمد لله شغاله كويس جدا جدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين احنا عندنا حاجات كتير قوي مميزه تمام. احنا بنستخدم الحاجات اللي هي بتبقى هاي كواليتي زي ما بيقولوا، ما بنشتغلش حاجات درجه ثانيه ودرجه ثالثه والكلام دوت، فده اللي بيخلينا مميزين جدا. عندنا اللحوم، عندنا بنجيب كل اللحوم اللي عندنا فريش من نوعات الدرجه الاولى في الامارات، وعندنا محاشي، عندنا البط، عندنا الحمام، عندنا كل الاكلات المصريه اللي فعلا 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 تعجبك لو اكلت عندنا، ولو جيت مره ما بتبطلش تيجي، وده اللي منجحنا في المنطقه. واكيد انت عارف اللي في هنا كذا مطعم مصري في البرشا، واحنا الحمد لله رب العالمين قدرنا نقف ونثبت نفسنا، والحمد لله كل اللي بيجي هنا بيبقى مبسوط جدا جدا. بناء على انا هنا في البلد من 2004 يعني. شفت جميع الاكلات، اكلت اكلات غريبه واكلت اكلات كتيره واكلت اكلات هنا من جميع الجنسيات من جميع البلاد. صحيح. في حاجات كتير قوي عجبتني وفي حاجات تانية ما عجبتنيش برضو هي كل صحيح. حاجه لو ما اختلفت الاذواق لبارت السلع زي ما بيقولوا. صحيح. فجاتني الفكره من المنطلق اللي انا افتح حاجه تبقى فيها الاكل المصري بالطعم المصري اللي بجد،
المزو المصري اللي بجد بيبقى تاكله كانك بتاكل في البيت فعليا. وما عندناش مشكله في اي حاجه، لو العميل طلب حاجات زياده طلب حاجات احسن بنقدر نرضي العميل بجميع الطرق زي ما بنقول. ما نبصش للربح قد ما نبص للزبون يكون طالع من هنا من مكان مبسوط ويرشحنا لاصحابه ويجي لنا مره واثنين وثلاثه وعشرين لغايه ما ربنا ييسر الحال. مثلا عندنا عكاوي تمام، عندنا كوارع بورق العنب، عندنا لحم بورق العنب، عندنا بط، عندنا مشاوي، احنا عندنا نيفة. والنيفة هنا في الامارات ما فيش حد كتير بيعملها، احنا بنعتبر برضو من الناس اللي احنا بنعملها في الامارات وهي مش متوفرة في كل المحلات المصرية. النيفة دي اكلة مصرية معروفة جدا لأي مصري تمام، بيبقى أكلة مميزة مصرية في المشاوي بالذات. يعني كل المشاوي في الدنيا كلها في مصر عندنا كباب وكفتة ورياش وطرب تمام، احنا بنشتغل برضو كباب وكفتة ورياش وطرب ونيفة. احنا بنتميز هنا بالنيفة وبالعكاوي بورق العنب وبالكوارع بورق العنب. والله احنا الاستاف عندنا الحمد لله في حدود 12 من شخص. احنا بنبدا الصبح من الساعه 7 الصبح لغايه الساعه 1 ونص بالليل، وكل الاستاف الموجود عندنا شيفات مهره جدا جدا، حتى الويتر في الصاله برضه مدرب، وكل الناس اللي انا اعتمدت ان انا اجيبهم في المطعم دول يكونوا مدربين، مش بداية اللي هو يشتغل، لا يبقى مدرب ومدرب كويس جدا جدا عشان يوصلني اللي انا عايزه. جميل. والله انا اتمنى ان احنا ان شاء الله ننجح زي ما احنا ناجحين كده ونفتح فرع واثنين وثلاثة واربعة ان شاء الله. طبعا اتمنى لكم مزيد تفضل. اتمنى ان انا افتح في ابو ظبي كمان. على شيء، انا عمري في حياتي ما حسيت ان انا مغترب. انا هنا في البلد بقالي كتير من 2014 زي ما قلت لحضرتك، اتعرضت طبعا لمواقف كتير وشفت حاجات كتير، بس الامن والامان اللي حضرتك بتتكلم فيه هو ده اللي بيخلي الواحد فينا فعلا 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 بيعشق البلد دي، بيعشق البلد دي بكل تفاصيلها زي ما بيقولوا. يعني اقولها لك بالمثل البلدي، مصر تعتبر زي امي والامارات تعتبر زي زوجتي، ولا اقدر ابعد عن امي ولا اقدر ابعد عن مراتي، ما ينفعش. فالعيشه هنا والامان في البلد دي عمري في حياتي ما لقيته في اي مكان في الدنيا. فانا بصراحه اتمنى ان هي تفضل علينا نعمه وتدوم علينا نعمه يا رب، وما نقدرش ما نقدرش ما نقدرش نبعد عن الامارات في اي حال من الاحوال. وزي ما بيقولوا كده بالمصري، انا جيت البلد دي وشفت كل التطورات قدام عينيا وشفت كل التقدم قدام عينيا، فعمري في حياتي ما كنت احلم اوصل لنا فيه غير لما جيت الامارات. اشكر جدا كل شيوخ الامارات وكل حكام الامارات، واتمنى ان هم يكونوا في احسن حال، واتمنى ان هم يعني مزيد من التقدم زي ما بيقولوا. وانا زي ما قلت لك انا جاي هنا من 2014، شفت دبي كانت لسه اصغر من كده حلو في المساحه. دلوقتي دبي الحمد لله رب العالمين، انا حضرت دبي دي لغايه اول شارع الشيخ زايد،
عند فندق دوست تاني تحديدا، ده كانت نهاية دبي. حلو. فانا لما بطلع دلوقتي من المكان اللي انا كنت فيه من شارع الشيخ زايد وامشي يمين ويسار واشوف العمار واشوف الدنيا بتكبر واشوف الكلام ده، ده من القيادة الحكيمة لدبي وشيوخ الامارات جميعا. يعني انا شفت حاجات لو هحكي لحد هيقول لك الراجل ده ما بيقولش كلام بجد. شفت حاجات فعليا فعليا يعني ما تتوقعش اللي احنا وصلنا له دلوقتي. فده طبعا من الناس الحكام، من الشيوخ، من الناس اللي بتحب البلد دي وبتحب البلد دي بجد مش كلام. حضرتك مش هتصدقني، انا ما قابلتوش شخصيا، بس انا فعلا 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 بحب الشيخ محمد بن راشد، بحبه جدا. الشخص الوحيد اللي انا ممكن اقول لك عليه اللي هو فعلا بيحقق المستحيل. يعني انا زي ما قلت لك من شويه اللي انا جيت البلد دي في حاجات كتير ما كانتش موجوده دلوقتي زي دلوقتي. حلو. فالشيخ محمد بن راشد لما بيفكر بيحقق، ودي احلى حاجه في النجاح، اللي انت لما تفكر في حاجات وتحققها وتبقى على ارض الواقع ملموسه. فالشيخ محمد بن راشد هو بصراحه يعتبر قدوتي في الحياه في كل حاجه.